السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم من جديد على قناة تي ام بي. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو مخصص لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إن شاء الله غادي نديرو فيه مراجعة شاملة لدرس إحصاء، يعني جميع الأسئلة اللي تتحط في الامتحان الجهوي أو في فروض المراقبة المستمرة. يعني غنتكلم على الحاسس المتراكم، الترددات، الترددات المتراكمة، المنوال، المعدل الحسابي، القيمة الوسطية، ثم من بعد غندوزو للتمثيل الميدياني سواء ميديان عصاوي أو بالأشرطة والأعمدة. ثم في نهاية الفيديو غتشوفوا الأسئلة المتعلقة بالنسبة للمئوية كيفاش تتعاملوا معها. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل يمين الشاشة، ثم تفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله. شوية تركيز الله يرضي عليكم باش تحاولوا تفهموا هذا الشيء، راه بسيط بالنسبة لدرس الإحصاء. غنبداو بهذا الجدول هذا اللي عندنا، يمثل الجدول التالي متسلسلة إحصائية. هذا الجدول هذا مثلا عندي فيه النقط ديال التلاميذ، مثلا النقطة 12 جابها 5 تلاميذ، 13 جابها 6 تلاميذ، 14 جابها 1، 15 جابها 8 تلاميذ. إذا الميزة المدروسة في هذه الحالة هنايا هي نقط التلاميذ المحصل عليها في فرض معين. الحاصص اللي كاين هنايا يعني عدد التلاميذ اللي حصلوا على 12. إذا بغينا نحسبوا الحاصص المتراكم تخي سامبل ساهل، كتشد خمسة حصان، هيا شد خمسة هنا. بغيت الحصيص المتراكم ديال 13 غندير خمسة، خمسة زايد ستة تعطينا شحال 11، مزيان هيا. من بعد بغيت الحصيص المتراكم ديال 14، 11 زايد واحد 12، 12 زايد 8 20، وهاد 20 هذا كتمثل ما يسمى بالحصيص الإجمالي. الحصيص الاجمالي، الحصيص الاجمالي شنو كيمثل في الحاله هذه؟ عدد التلاميذ، يعني عدد التلاميذ ديال هذا القسم هذا هو 20 تلميذ. هذا الحصيص المتراكم فاش تنوظفوه؟ مثلا طرح عليا شي سؤال على هذا الشكل هذا، قال لي حدد عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل اصغر من او يساوي 13، يعني شحال من تلميذ جاب 13 لتحت؟ كنمشي مباشره 11 تلميذ. مثلا قال لي حدد عدد التلاميذ الذين حصلوا على معدل اصغر من او يساوي 14، هو 12 تلميذ. غندوزو دابا التردد. بالنسبة للتردد اللي بغينا نحسبوه كنقسمو الحصيص على الحصيص الإجمالي. شنو هو الحصيص ديال 12؟ هو 5. هانت غدير 5 مقسومة على 20، 5 على 20، ومن بعد غنحسبها غتلقى فيها 0.25. هذا هو التردد. بغيت التردد ديال 13 غندير 6 مقسومة على 20، عفوا نستيلو هذا كينعكس، 6 مقسومة على 20 كتساوي 0.3. بغيت التردد ديال 14 غادي ندير، غندير 1 لا 20، 1 مقسومة على 20 غتعطينا 0.05. بغيت التردد ديال 15 غندير 8 مقسومة على الحاصص الإجمالي ديال 20، 8 على 20 كتساوي 0.4. هذه هي الطريقة باش كنحسبو التردد. وهذا التردد هذا يمكن نوظفوه أيضا في الإجابة على الأسئلة ديال النسبة المئوية. إذا قال لي حدد نسبة التلاميذ الحاصلين على 12، أش غادي ندير؟ ندير 0.25%، يعني النسبة ديال التلاميذ اللي جابوا 12 هو 25%، نسبة التلاميذ الذين حصلوا على 13 هو 30%. بالنسبة للتردد المتراكم كاين دابا جوج طرق، يا إما دير الحاصص المتراكم على الحاصص الإجمالي، أولا تخدم بنفس الطريقة اللي خدمنا بها الحاصص المتراكم. يعني غنديرو 0.25 حتى هنا، هيا 0.25، من بعد 0.25 زائد 0.3 غتعطينا 0.55، فهمت؟ و 0.55 زائد 0.05 غتعطينا 0.60، و 0.60 زائد 0.4 غتعطينا 1. دائما بالنسبة للتردد المتراكم في هاد الخانة الأخرانية هنا طبيعة الحال كانوا مركبين هاد الميزات هادو ترتيبا تصاعديا كيكون واحد. إذا حنا شفنا كيفاش نحسبو الحصص المتراكم والترددات، الترددات المتراكمة. دابا غندوزو للمنوال. المنوال هو يعني باش تعقلوا عليه هو صعصع ديال هاد الجدول هذا. دونك كتشوفوا الحصيص فين هو الكبير فين، 5 6 1 8، 8 هو الكبير. إذا كتكتبوا منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو 15، لأن لديه أكبر حصيص. بحالة منوال هذه المتسلسلة الإحصائية
هو 15، لأن لديه أكبر حصيص، يعني أكبر عدد، يعني أكبر عدد ديال التلاميذ اللي جابوا 15، عفوا، يعني التلاميذ اللي جابوا 15 هما اللي كثار بزاف، وبالتالي 15 هو المنوال ديال هذه المتسلسلة الإحصائية. هذا بالنسبة للمنوال حيدنا علينا. دابا غندوزو للمعدل الحسابي. المعدل الحسابي بحال قلنا لا موين جينيرال ديال القسم، المعدل الحسابي لو بغينا نحسب المعدل الحسابي غنديرو ام يساوي، غنديرو كسر تدير الميزة في الحصيص 12 في 5، 12 في 5 زائد 13 في 6 زائد 14 في 1 زائد 15 في 8، وكتقسمها على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي هو العدد الإجمالي ديال التلاميذ، هو 20 فهرية. من بعد كتحسب هذا باستعمال آلة حاسبة، غرض من بعد آلة حاسبة من تحسب عندك دير 15 في 5، باردون دير 12 في 5 ودير يساوي ودير زائد 13 في 6، تحسب كلشي هادشي كامل. وأحسن حاجة تستعمل آلة حاسبة علمية، إذا كانت هذيك العادية غتحسب هذا بوحدو، الجزء هو الأول عاد تجمعهم عاد تقسم على 20، لأنك شحال من واحد دابا كان في سيرة الأجوبة تخرج ليه المعدل الحسابي خاطئ، وراكات العملية هنا صحيحة، لكن تحسب ديك آلة حاسبة اللي هي عادية. إذا بغيت تحسب آلة حاسبة عادية دير 12 في 5 شحال 60 زائد 13 في 6، من بعد جمعهم كلهم وقسمهم على 20 باش يجيك الجواب صحيح. إذا الجواب ديال هاد المعدل الحسابي هذا غادي يخرج لنا فيه 13.6، يعني المعدل ديال هذا القسم هذا هو 13.6. إذا حيدنا عندنا المعدل الحسابي غندوزو القيمة الوسطية. راه المعدل الحسابي راه بعض المرات يسميه القيمة المتوسطة، ولكن القيمة الوسطية حاجة أخرى. إذا بالنسبة للقيمة الوسطية اللي بغيتي تجاوب عليها كدير بحال ما لدينا الحصيص الإجمالي هو بعد المراحل، الإجمالي هو واش حال 20 ونصفه 10، إذا كتاخد الحصيص الإجمالي كتقسمو على جوج، النصف ديالو هو 10 ديال المرحلة الأولى. من بعد اش تدير؟ كتمشي للحصيص المتراكم، هذا كتمشي للجدول كتبدا تقلب على شكون هو أول عدد كبر من 10. 5 كبر من 10؟ لا. 11 كبر من 10؟ نعم. ده القيمة الوسطية هي 16. الصيغة ديال الجملة غادي تكتب هنايا أصغر ميزة التي حصيصها المتراكم أكبر مباشرة من 10 هي. شنو هي الميزة؟ أصغر ميزة اللي حصيص المتراكم ديالها أكبر مباشرة من 10 هي 13. إذا القيمة الوسطية، القيمة الوسطية هي 13. هذه هي الصيغة باش كنجاوبو على القيمة الوسطية. دونك سالينا هاد الفقرة هادي، ندوزو للفقرة التانية المتعلقة بتمثيل متسلسلة بميديان عصاوي. عندنا هاد الجدول هذا بغينا نمثلوه بميديان عصاوي. دائما الله يرضي عليكم، أول حاجة هو بالنسبة للميديان كما تتعرفوا أنه فيه محورين، محور الأراتيب ومحور الأفاصيل. على هذا المحور ديال الأفاصيل دائما كنمثلو فيه الميزة، دائما الميزة كتمثل. هادشي راه خاصك تعرفو، حيت بعض المرات يعطيك جدول خاوي كيعطيك ميزان عامر كيقول لك عمر داك الجدول. وبالنسبة للمحور الأراتيب كيكون فيه الحصيص صفر. إذا الميزات اللي عندنا هنا عندنا 12 و13 و14 و15، مزيان. 12 شحال عندنا بحصيص ديالها؟ 5، هاهي 5 كاين هنا، دونك تقريبا اللي هنايا ميديان عصاوي، يعني غادي ناخد الرسم بحال هكدا، نحاول نكون باين، غادي ناخد هذا نبدا نشد بحال هكا باش يبان لي. إذا ميديان عصاوي غيكون بحال هكا 5. 13 شحال فيها؟ 13 عندي 6، إذا 13 فيها 6 يكون هكا. شوف جات معايا 6 مزيان. 14 واحد، ها هي هذا ميديان عصب. 15 8
وهذا كيفاش كنرسموا الميديان العصبي. وايضا راه الا تعلمت ترسم الميديان العصبي راه ما كنتيش يعني بعض المرات كيخوي لك الجدول هذا بحال هادو اللي كيعطيهم في الكتاب ما كيكونوش في الجدول، يقول لك اثنين من الجدول التالي يجي مباشرة انت تبقى عاقل على ان ديما الميزات تكون في محور الافاصيل. 12 شحال فيها؟ 5، كتبت 5. 13 شحال فيها؟ 6. 14 واحد 15 8 حط 8 ومن بعد كمل جاوب الأسئلة الأخرين، غيطلب منك المنوال والمعدل الحسابي القيمة الوسطية. نمر الآن إلى جدول آخر اللي هو يعني كيتسمى متسلسلة بالأصناف. هذا الجدول هذا اللي شفناه هنا قبيلة بحال دابا هذا، هذه متسلسلة بالقيم، يعني كاين غير قيم، كاين 12 و13 و14 و15. هاد الجداول هادو عندهم واحد السميه كيتسموا متسلسله بالاصناف. مثلا ناخذ نشرح لكم الجدول هذا. هاد الجدول يمثل توزيع اعمار العاملين في احدى الضياعات الفلاحيه. مثلا يعني الناس اللي عندهم ما بين 10 سنين حتى 20 سنه هما 8 اللي خدامين في الضياع الفلاحي، اللي عندهم ما بين 20 حتى 30 هما 10، اللي في العمر ديالهم ما بين 30 حتى 40 هما 6، وما بين 40 حتى 50 هو 6. واحيانا بقى يقدر تكتب هذا هكذا، ماشي بالضروره يكون على شكل هذا المجال، يقدر يكون بحال هكذا يعني 10 ما بين 10 و 20. شوفوا معايا بالرمز هذا اصغر قطعه، يعني هادو هاد العمال اللي العدد ديالهم 8 راه ما واصلينش 20، 20 لتحت. هادو اللي هنايا من 20، من 20 يعني 20 كاينه اللي عمره 20 محسوب مع هادو في 30، ولكن اللي عمره 30 راه ما دخلش في 10. هنا عاوتاني هذوك اللي عمرهم 30 راه داخلين في الحساب هنا، ولكن اللي عمرهم 40 لا. وهنايا من 40 حتى ل 50 هما 6، ولكن الناس ديال 50 كاع ما كاينين في الجدول. يمكن يكون هاد لونتيرفال هذا مفهوم اللي كيكون بحال هكا، يعني هاد 10 داخله مع هاد هنا 20 الا، يكون هاد المجال مفتوح. هادشي راه غتعرفوا عليه في الترون كومون ان شاء الله. اذا غندوزو غادي نعمرو الجدول. الحاسيس المتراكم اللي بدا في الطريقه ندير 8 8 زائد 10 18، 18 زائد 6 24، 24 زائد 6 3. إذا هذا هو الحص الإجمالي. التردد نفس الشيء، لا ما كاين والو ما يتغير شيء. التردد غندير 8 على 30 وغادي نحسبها بطبيعة الحال. فهم؟ سؤال حسيبه وتبقى الحساب ديالكم. التردد ديال هاد المجال هذا عندنا 10 على 30، هنايا 6 على 30، هنايا 6 على 30 أيضا. هو التردد المتراكم غادي دير الحصيص المتراكم على الحصيص الإجمالي، أولا جمع هذا حطه هنا ودير هنا زائد انتظر. نخدم بالحصيص المتراكم، 8 على 30 هنا، 18 على 30، 24 على 30. ما تخليوش نتوما هكا في الجدول ديالكم، حسبوهم على حسيبها، ما تخليش هكا. ثم 30 على 30 اللي هي 1 تساوي 1. دائما هنا بالنسبة لهاد الجداول إلا بغينا نفرضو المباركة كنتلقاو يا إما 1 يا إما 0.99، المهم قريبة من 1. فهم دونك حنا تحيدنا عندنا الحاسس المتراكم، تردد الفرد المتراكم. هاد الجداول هادي بحالهم بحال اللي قبل منهم. المنوال، المنوال غنجاوبو عليه دابا. المنوال كما قلت لكم قبيله هو صعب، هذاك اللي عنده اكبر حصيص. فين هو اكبر حصيص؟ 8 10 15. اذا المنوال هو هذا بحال هكا، منوال هذه المتسلسله هو كتبها كامل 20 30 الاعمار اللي كنا بنشوفها، لان لديه اكبر حصيص، لأن عنده أكبر حصيص هو 10 هو 10. واضح؟ يعني من ولد المتسلسلة هو الصنف، إذا كان يكون أكثر دقة، هو الصنف 20 30 لأن لديه أكبر حصيص. دونك سالينا مع المنوال. غندوزو للمعدل الحسابي. المعدل الحسابي هنا لو بغينا نحسبوه يطرح سؤال. هنا عندي جوج قيم، حنا مولفين في المعدل الحسابي تنديرو هدف هذا زائد هدف هذا زائد هدف هذا زائد هدف هذا نقسمو على الحصيص الإجمالي. ولكن هنا واش هنضرب 8 في 10 واش 8 في 20؟
لا هنا لابد من ندير ما يسمى بمركز الصنف. مركز الصنف بالنسبه لمركز الصنف الا بغينا نحدوه يعني اش كنديروا؟ كنديروا 10 زائد 20 ومن بعد كنقسموها على جوج. 10 زائد 20 مقسومه على 2 وكنتلقاو مركز الصنف. اذا مركز الصنف اللي عندنا هنايا شحال؟ 10 زائد 20 مقسومه على جوج هي 15. 20 زائد 30 مقسومه على جوج هي 25. 30 زائد 40 مقسومه على جوج هي 35. 40 زائد 50 مقسومه على جوج هي 45. هذا مركز الصنف، هذا ضروري نديروه اذا بغينا نحسبوا المعدل الحسابي بالنسبه للجداول اللي فيها متسلسله بالاصناف. اذا نديرو المعدل الحسابي ام تساوي ده الكسر ديال هكا نفس الطريقة خاص إجمالي شحال عندنا في 30 يعني نضرب 15 في 8 زائد 25 في 10 زائد 35 في 6 زائد 45 مضروبة 6 ومن بعد تحسب هادشي كاملو غادي يعطيك تقريبا 28.33 من 18. إذا المعدل ديال الأعمار هنا هو 22.33. كونوا بهذا سالينا هاد الجدول هذا، باقي لنا باقي القيمة الوسطية. بالنسبة للقيمة الوسطية غادي ندير بحال هكا نفس الطريقة، نكتب لدينا الحصيص الإجمالي هو 30 ونصفه 15. غادي نمشي مباشرة نحسب المتراكم وغنقلب على العدد اللي أكبر مباشرة من 6 دونك هنا. إذا القيمة الوسطية هي هاد الصنف هذا، كنكتب نفس الجملة. إذا أصغر ميزة التي حصيصها المتراكم، إذا أصغر صنف التي حصلت المتراكم أكبر مباشرة من 15 هي الصنف، يعني الصنف اللي موافق ل 18 هو بطبيعة الحال 20 في 30 هو الصنف. إذا القيمة الوسطية هي الصنف 20. واضح. ندوز دابا للمدراج او ميزان الاشرطه والاعمده، غادي نمثلو هذاك الجدول اللي كان عندنا قبيله هنايا بمدراج او ميزان الاشرطه. كما قلنا في محور الافاصيل كيكون فيه الميزه اللي هو العمر، وهنايا غادي يكون فيه الحصيص. هنايا غادي نمثلوه ب ميزان ديال الأشرطة والأعمدة. غنبداو بلي عندهم من 10 حتى 20، شحال من واحد 8، أنت سيدي من 10 من 8 يكون داير بحال هكا، من 10 حتى 20، هما عند المسطرة يكون هذاك، ومن 20 حتى 30 شحال عندنا؟ 10، نفس هذا، 30، 10، هكذا. ومن 30 حتى 40 عندنا 6 بحال هكا، ومن 40 حتى 50 شحال فيه 6 ايضا. فوالا هذا هو الميديان ديالنا، نذكر بعد المواد هذا هو المدراج ولا الميديان بالاشرطة. غندوز لاخر فقرة اللي هي المتعلقة بالنسبة للمئوية كيفاش كنتعامل معاها. مثلا جا سولنا هنا قالك حدد نسبة العمال الذين أعمارهم أقل من 30 سنة، يعني شحال هي النسبة ديال العمال اللي العمر ديالهم أقل من 30 سنة؟ أول حاجة قبل ما تحسب النسبة هو حدد بعدا عدد العمال اللي العمر ديالهم أقل من 30 سنة. غتجي هنا تكتب هنا عدد العمال الذين أعمارهم أقل من 30 سنة هو دوك اللي عندهم 30 سنة لتحت، كاين هادي 8 وكاين حتى هادي، يعني 18 واحد.
اذا دابا بغيت النسبه المئويه غادي ندير هما 18 من اصل شحال، من اصل 30 عامل 18 على 30 مضروبه في 100، وغادي نحسب هادشي هذا وغادي نتلقى النسبه المئويه. يعني عندنا 18 مقسومه على 30 مضروبه في 100 وغادي نتلقى النسبه المئويه. نحسبوها باستعمال آلة حاسبة، 18 مقسومة على 30 لحد ما نطلع ممكن سيدي 0.18 مقسومة على 30 كتعطينا 0.6 يعني 60 مليم. إذا النسبة هنايا هي 60 بالمية. هكا كيفاش كنحسبوا النسبة المئوية؟ دائما كتحدد داك العدد ديال ديك النسبه اللي باغي تحسب وتشوف من اصل شحال تضربه في النص. هذه هي الطريقه، ونكون في هذا قد انهينا هذا الفيديو هذا، والى اللقاء في فرصه قادمه. لا تنسوا الاشتراك بالقناه لكي يصلكم كل جديد، والى اللقاء. الله يوفقكم.